أنا أتفق بأن إعادة سعر الصرف لسابق عهده هو خطأ أكثر فداحة من إجراء التخفيض، ولكن في معالجة التضخم أصلا قانون الذي أقر سلم الرواتب قد أقر زيادات سنوية لمعالجة التضخم، ولكن طبعا هذه الفقرة أهملت، ومنذ أن أقر القانون لم تجري أي زيادة لمعالجة التضخم. التضخم الآن قد يكون بلغ منذ ذلك التاريخ أكثر من 50%، أي أن القوة الشرائية للمداخيل، لعموم المداخيل ليس فقط الفقراء ولكن كل المداخيل، قد انخفضت بنسبة كبيرة جدا. الآن علينا أن نعوض هذا الانخفاض في القوة الشرائية نتيجة للتضخم المفتعل الذي قامت به الحكومة، أو الذي افتعلته الحكومة لمعالجة أزمة كان تعالج بطرق أخرى أشار إليها الزميل صفوان، بتخفيض الإنفاق وبزيادة الموارد المالية. طبعا هذه أهملت كما أهملت محاسبة قتلة المتظاهرين.